ترأس حاكم ولاية وادي فيرة جنرال إسحاق أحمد أرجا ترأس رسميا انطلاقه نشاطات جمعية الميمي للتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. المناسبة حضر عدد كبير من أبناء المنطقة. محمد صالح النور. أقر أبناء الميمي عبر جمعية الميمي من أجل التضامن والتنمية هذا الملتقى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث شهدت المناسبة حضورا مكثفا للمشاركين أتين من كل أعفاق الشاد فضلا عن المدعوين من خارج البلاد. باسم جميع سكان محافظة بلتن، محافظ مقاطعة بلتن محمد ألي رحمة رحب بكل الوفود مشيدا في الوقت ذاته بهذا الملتقى التنموي. رئيس اللجنة المنظمة أحمد محمد محاجر شكر كل الذين ساهموا من بعيد أو من قريب في إنجاح الملتقى. رئيس جمعية الميم من أجل التنمية والتضامن محمد مناوي عز الدين أفاد في حديثه طالبا دعم الحكومة والشركاء. أن أنتهز هذه المناسبة يد الحكومة وشركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال للوقوف معنا ومساعدتنا في تنفيذ خطتنا التنموية الطموحة حسب الأولويات التالية: توفير المياه الصالحة للشرب، بناء المدارس والمراكز الصحية، التنمية البشرية والزراعية، تطوير البنية التحتية الأساسية الريفية. والي ولاية وادي فيرة إسحاق أحمد أرجا في خطابه الافتتاحي للملتقى أشاد بالجهود المبذولة من قبل جمعية الميمي من أجل التنمية والتضامن التي تترجم على أرض الواقع سياسة صاحب الفخامة ورأس الدولة إدريس ديبي إتنو الذي مهد الطريق لتنخرط نحو التقدم والازدهار. دائيا الحضور إلى الخروج بحلول ملموسة تعكس الاحتياجات الرئيسية للسكان بالقرى. هذا وقد زار الوفد الأجنحة المختلفة لمعرض المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية التي تتمتع بها منطقة الميمي.